أنا ابني صار جندي 17 سنة من حرب الحرب يعني ابني، وإذا صادف الأمر يحب لميعة ينطي شغلة كتاب مكان بعيد، وإذا الأمر يكره لميعة يودي للجبهة. جدي انولد بالعمارة سمو عمار يعني، وأبي مولود بالعمارة. أنا مولودة في بغداد وفي محلة الكريمات بالكرخ اللي هي قريبا يعني صالحية بين تمثال الملك فيصل الأول والسفارة البريطانية اللي بابها تمثال موديل يمكن ما شفتها بزمانك، من أجمل التماثيل. يعني إحنا العراقيين مخربين أصلا يعني، يعني الآثار بعد ألف ثورة تصير بإيران بعدها الآثار قائمة، الآثار والقصور بمصر صارت ثورة على فاروق إن شاء الله، بس بقت آثار مصر وبقى الأهرام من زمن الأهرام حتى الآن. ما حس العراقي عنده حب مثل الطفل تكسير، هذه طبيعة يعني ما ننكرها لأن درسه طبيعته. هذا الذي أوجد الكتابة أول شخص أول شعب، لماذا يعني وصل لهالدرجة؟ فوجدوا أن شخصيته يبني ويهدم، حتى الخلفاء يريدون يبنون قصر بغداد يأتون بأنقاض من قصر في مكان آخر. هاي العراقي، العراقي يهدم نفسه بنفسه. أهم شيء لما تخرب الأخلاق، أولا يفتكرون أن القوة، القوة العسكرية هي أهم شيء، ما يفكرون أن هناك قوى أقوى منهم. فيعني أنا استغربت مثلا بالعراق لما رحت بال 88 و 90 هاي آخر روحات يعني، لأن أريد أشوف أمي وما عندي وسيلة سوى أنه يعزموني بالمربد، فخابرت من يدعوني، قلت أنا أخذت جرين كارت صار عندي إقامة أقدر أسافر وأريد أشوف أمي ادعوني. طبعا رحت شفت الدعوة يعني يمكن 500 واحد من أدباء العالم بينهم الحلاقة والممرضة والما عندها شغل وبينهم البروفيسور من السوربون والمستشرق من يوغوسلافيا ومن إيطاليا. فقلت أمام الحضور يعني، قلت يعني ما يصير دعوة بهذا الشكل، هذه أهل العيد إحنا يعني، يضيع العظيم بهال يعني جاية من أمريكا حلاقة. بس يمكن من لما تختصروها بالسنة الجاية تحذفون لميعة وتخلون الحلاقة. أمي تقول لي بعد لا تجين، راح تجيب لنا البلة. طيب هذا التصادم مع السلطة، أنا سألت عن النشأة. أنا ما تصادم، هذه نكتة تجي ببالي أقولها. السلطة ما تخاف مني. ومسموح النكتة في العراق؟ النكتة توصل للإعدام. مرة هذه نكتة هي سياسية، أزماني القيادة القومية ما أدري قومية عبد الدكتور الرافعي وزوجته ليلى من طرابلس إن هنا، ذول اللبنانيين يصيرون بعثيين يصيرون قومين يظلون لطيفين ولطيفين ببعضهم ويسلمون على بعضهم، هم أحزاب متنافعة إحنا لا قطعيين. أزماني قالوا يعني ما الذي عندك من جديد الشعر؟ قلت ما عندي شعر، عندي نكتة. قالوا يعني قوليها. قلت توديني إعدام أقولها؟ هم خافوا. هاي بغداد، بغداد هي النكتة نصها حقيقي ونصها أنا مرتبته. أخذت تاكسي أفتش عن بيت أهلي أختي وأمي واحدة مقابلة. قد ما متغيرة بغداد، متحسن الأرصفة والشوارع وصايرة نظيفة وهي أشجار، ساعتين أدور عليها على بيت أهلي، بعدين شفت وحدة تمشي ظهرها، قلت هاي مشيت وحدة من خواتي، لازم يعني يمشون طريقة. فأبو التاكسي قال لي لا، أقول ساعتين يلا يلا ندليت أهلي. قال أنت زين خاتون، أكو ناس صارهم سنين يدورون على أهاليتهم وما لاقينهم، حلو بس هذه تودينا إعدام. فما خلوني أحكيها.
الجميع التي عاشرت رؤساء دولة العراق الحديث أي منذ خروجه من الانتداب واستقلاله مرورا بالعهد المملوكي فانقلاب الجمهوريين فالشيوعيين فالقوميين والبعثيين فالاحتلال وكل هذه السياسات كانت قد علقت وأصحابها في ذاكرة العراق الأدبية لم يعبنت الجنوب العراقية. أنت تتكلم مع واحدة عاشت في العصر الملكي وانقلابات وراء انقلاب وعشت ثورة عبد الكريم قاسم وفهوسنا لها يعني فرحنا بيها وعشت مآسي 14 رمضان 8 شباط 63 وعشت إلى دخول أمريكا. يعني أنت تتكلم مع 100 سنة من تاريخ العراق. تاريخ يمشي، أنا تاريخ، وبعدين عندي الحمد لله إلى هالحد عندي ذاكرة أحسد عليها الحمد لله. كلمة الحمد لله هذه دائمية. رمز الأدب العربي الحديث لميع عباس عمارة التي ناقشت دواوينها الشعرية كثير من أطروحات الماجستير والدكتوراه داخل العراق وخارجه وترجمت دواوينها إلى لغات كثيرة كما تأثرت بها أجيال عربية وكتبت عنها آلاف المؤلفات وغنى قصائدها أهم مطربي العراق والعالم العربي كما واحتفى بها الآن أينما حلت رغم سرية زيارتها تكرم وتقام على شرفها الأماسي وترجع الحياة الأدبية إلى الصالونات. أنا كتبت شعر ولا أدري هو هذا الشعر، صف رابع ابتدائي بالإنشاء أنا كاتبة إنشاء، جاءت المعلمة اللي هي صديقة عماتي معلمات مثقفات يعني أهلي بالبيت قراء وأنا طفلة، قالت بنت ست كمالة بنت أخيك شاعرة، هذا شعر أنا ما أدري. أنا قبل بالابتدائية كاتبة قصائد عامية على عماتي اللي تحولوا من بيت ويبكون، يعني بدأت شاعرة بالعامية لأن أنا نشأت في العمارة. أنا أتتبع القرايات الحسينية، هذه أول شيء تعلمته هذا يعني القصائد الحزينة أثرت علي المراثي الحسينية، وبعدين عمال البناء ينشدون الشعر ويغنون، اللطامات من يموت أحد يقرون شعر بالميتة ويلطمون، الأرس دائما ببستات ويألفوها البنات لأن ما حد يعرفهم، تقول ما في نفسها دون أن يعرفها أحد. أنا أمثل امرأة من العراق، أم من العراق، عاشقة من العراق، صوفية من العراق، أي نموذج للمرأة أنا كاتبة عنه، كاتبة عن سائلة مقدية بالشارع قصيدة يقروها يعني لما ألقيها يبكون، كاتبة عن امرأة خاطئة، كاتبة عن الضرة وأنا ما عندي ضرة، المرأة العاقر الضرة. أنا عندي مثل ألبوم صور تختلف الأزياء، وجه واحد هو وجهي بالصور. وأنت رسامة كذلك؟ أنا رسامة وأنا كنت خياطة ماهرة وحتى حاولت أكون طباخة لأن أسهل من القصيدة الطبخ يعني، بس الآن لا شعر ولا طبخ ولا قصيدة ولا شيء. فرسا جموحا كنت لم أعثر ولم يسهل قيادي بي من شموخ النخل والكرم المؤصل في بلادي، ونسيت يوما كبريائي، ونسيت يوما كبريائي حين ضيعني دليلي، فإذا يدي تمتد للصدقات يرميها الذي قتل الحضارة للقتيل. يا ملتقى النهرين والحربين يا بصرة، يا أكرم المدن العراقية، يا تل أنقاض ومقبرة جماعية، سلي كل النخل في قلبي، لا شيء أبشع أو أشد حقارة من هذه الحرب. يا ذكرياتي في العمارة أسمع الصاروخ ينسف ذكرياتي، من نهر دجلة صار أنهارا بها بدأت حياتي. الليل الصيف والنايل حزين بليلها سمر السطوح الساهرات، حب العمارة بيت جدي درب مدرستي مشي على الكحلاء أغنيتي،
حتى الأغاني أخرست لم تنج من قتلي، وأمرها أني سأدفع حق كل قذيفة سقطت على أهلي. التي تسكن الآن في الولايات المتحدة.